طب لماذا يعاقب الله من لا يؤمن به ومن لا يلتزم بهذه العبادات؟ هذا السؤال جميل ولكنه غير منطقي، سأقول لكم لماذا. الشمس أيها الأحبة تشرق وتمنحنا الضوء والحرارة والأشعة، فالدورة المائية تعمل، دورة الماء، المطر ينزل، النباتات تنمو، الحيوانات تتكاثر، بالنتيجة مصلحتك أيها الإنسان تتحقق، أنك تعيش وتأكل وتشرب وتنام إلى آخره. ماذا لو فكرت هذه الشمس أن تخالف القانون الكوني، سنة الله التي أمرها الله بها؟ ماذا لو فكرت الشمس أن تقول أنا لن أضيء الأرض لمدة عام سأرتاح مثلا؟ لو كانت مثل البشر لديها قرار، يعني الذي سيحدث أن الحياة وستموت أيها الملحد. لذلك أنت لا ترضى، الكون الآن فيه قوانين جاذبية وقوانين هذه الحركة وكلهم في فلك يسبحون، أنت لا ترضى أن يعطل قانون الكون، ولا ترضى أن يعطل القانون البشري الوضعي الذي يعاقب المجرم أو القاتل. الآن أنا سأعطيك مليون دولار وأقول لك هناك مدينة، ادخل إلى هذه المدينة ومارس كل المتع وكل ما تريد، ولكن هناك شيء في هذه المدينة أن القاتل لا يعاقب. يمكن لأي شخص أن يقتلك وليس هناك أي مشكلة وليس هناك قانون، لن تدخل حتى لو أعطيتك ملايين الدنيا. ما الفائدة أنك تعطيني ملايين ثم تدخلني إلى مكان ليس فيه قانون، يمكن أن يقتل الإنسان. إذن أيها الأحبة، أنت الآن ترفض أن لا يطبق القانون. طيب لماذا أنت فقط تريد أن تشذ عن هذا القانون؟ لماذا أنت فقط تريد أن تقول أنا أريد أن ألحد وليس هناك أي مشكلة؟ أنا أسألك أنت الآن، يقول هذا الملحد ما الذي يضر الله إذا ألحدت أو لم أؤمن؟ الله لا يضره شيء، ولكن أنت بإلحادك ستتحول إلى مجرم. المجرم في القرآن هو الذي يستكبر عن آيات الله ويضل الناس، هذه أكبر جريمة وسأفسرها لك الآن بشكل بمثال واضح جدا. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لماذا سماهم مجرمين؟ سأقول لك. أنت الآن تجلس أمام الكاميرا وتروج للإلحاد، أي أنه لا يوجد إله للكون، وأنك أيها الإنسان بمجرد أن تموت ستتحول إلى تراب في سلسلة طويلة من التطور، قد يأتي كائنات بعد الإنسان متطورة أكثر منه وأنت عبارة عن لا شيء. هذه الفكرة التي أنت تروج لها، لنفرض أن هناك شاب اقتنع معك بهذا الكلام وألحد، وهذا الشاب تعرض لظلم، وأنا جاءتني أسئلة بهذا الخصوص، وجاءني شخص كان على وشك أن يقدم على الانتحار لأنه تعرض لظلم شديد وتأثر بأحد الملحدين فألحد، فقد الإيمان بالله، فعندما ظلم كثيرا قال أنا ما الفائدة من هذه الدنيا إذا كنت لا أستطيع أن أخذ حقي لا في الدنيا ولا يوجد آخرة، إذن أنا الانتحار أفضل، سأرتاح من هذه الدنيا. هذا لو انتحر ستكون أنت المسؤول عن هذه الجريمة، أنت المحرض على قتل هذا الإنسان، أنه قتل نفسه لأنك أقحمته في غياهب اليأس. كان لديه أمل أن هناك إلها عظيما عادلا حاكما قويا منتقما جبارا سيأخذ له حقه، فهذا يعينه على الصبر والاستمرار. أنت دمرت هذا الأمل. ماذا فعلت؟ دمرت هذا الأمل. عندما دمرت هذا الأمل في هذا الشاب ذهب إلى الانتحار. وبالفعل نحن عرضنا دراسة، قلنا إن أكثر الذين ينتحرون حول العالم ليسوا من المؤمنين وليسوا من المسلمين، أكثرهم من الملحدين، وأثبتنا هذا في دراسة أمريكية موجودة على موقعي على الإنترنت أيها الأحبة. أنا الآن أمام شخص لديه نزعة للسرقة، فعندما قلت له لا يوجد إله، ما الذي يضمن لك أن هذا سيسرق ويضر الناس؟ شخص آخر محترف اعتداء جنسي في أمريكا أيها الأحبة، حسب الدراسة أو حسب إحصائيات وزارة العدل الأمريكية عرضناها قبل سنوات، هناك 400,000 محترف اعتداء جنسي على الأطفال وعلى النساء وغير ذلك، 400,000 في هذه الدولة الأكثر تطورا، ثم يقولون المسلمين يتحرشون، كله كذب. المهم هؤلاء معظمهم من الملحدين، ليسوا مسلمين وليسوا مؤمنين، بل كلهم، لا نقول معظمهم. انظر أخي الحبيب،
طبعا أنا أخاطبك أيها الملحد بكلمة أخي، أنت أخي في الإنسانية، وكلمة حبيب يعني أحب لك الخير وأحب أن أنقذك من هذا المصير الأسود الذي ينتظرك فيما لو بقيت بهذه العقلية. انظر، عندما أوهمت هذا الإنسان أنه لا إله ولا حساب ولا عقاب والقضية كلها ستنتهي بالموت، سوف إذا كان لديه رغبة أن يغتصب سيغتصب، إذا ضمن عدم العقوبة، أمن العقوبة، أمن عقوبة الدولة، سيغتصب، سيسرق. طبعا ليس كل الناس يفهمون المبادئ والأخلاق، هناك أناس ضعاف القلوب. عرضنا دراسة أتصور لجامعة أوريغون قبل سنوات، قلنا قامت هذه الجامعة بدراسة علمانية إلحادية ليس لها علاقة لا بالإسلام ولا بالمسيحية ولا بأي ديانة أخرى، طبعا إن الدين عند الله الإسلام، ولكن نحن نستخدم مصطلحات بشرية. قاموا بدراسة وجدوا، أرادوا أن يعرفوا سر انتشار الجريمة في بيئة محددة، لماذا تنتشر الجريمة في مكان محدد وفي مكان آخر قليلة. هناك علم اسمه اتجاهات الجريمة، علم اتجاهات الجريمة. بعد دراسة طويلة ومضنية وسنوات تبين أن البيئة التي فيها إيمان بعذاب جهنم تقل فيها الجريمة بشكل كبير، البيئة التي تقوم على الإلحاد ولا يؤمنون بأن هناك نار جهنم تنتشر فيها الجريمة. إذن الله عز وجل أعلم بك أيها الإنسان، وأعلم بأن بعض الكائنات التي خلقها مريضين نفسيا، هناك مجرمون، هناك مرضى القلوب، هناك أناس من أسوأ ما يكون حقيقة أيها الأحبة. هؤلاء يجب أن تخوفهم في الدنيا بقوة القانون وفي الآخرة بعذاب نار جهنم. وضع هذا العذاب ليخفض نسبة الجريمة، ليحميك، وضع هذا القانون ليحميك. إذن ليس من العدل أن تقول أنا لا أريد أن أطبق هذا القانون على نفسي ولكن أطبقه على غيري، هذا ليس عدلا، تلك إذن قسمة ضيزة غير عادلة. يعني ما لكم كيف تحكمون؟ تريد أن تطبق القانون على غيرك لأنه يضمن لك الحماية، أما القانون الذي يضمن الحماية لغيرك لا تطبقه عليك، هذا الأمر غير عادل. إذن أيها الأحبة، الله عندما وضع قانون للكون وضعه لهدف محدد، ما هو هذا الهدف؟ ليحمي هذا الكون. يعني مثال على ذلك، سأعطيكم مثالا، هناك نيازك تسبح حولنا، لو كانت هذه النيازك وهي بالمليارات تسير بشكل عشوائي لكنا رأينا كل يوم مليون نيزك ينزل على الأرض، ولكن هناك نظام، هناك قانون، هناك الله وضع للأرض مجال مغناطيسي قوي يمتد 60-70 ألف كيلومتر خارج الأرض لا يرى، يسميه العلماء درعا مغناطيسيا، هذا زود الله به الأرض ليحميها من شر الرياح الشمسية القاتلة، من شر الجسيمات الكونية، النيازك، الحجارة كلها تنحرف وتبتعد بعيدا ليحميك أيها الإنسان. تأتي تقول أنا لا أريد أن ألتزم بالقانون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لو أن الحق يأتي على مزاجك، أنا لا أريد أن أؤمن، لا أريد أن أصلي، أريد أن أشرب الخمر، طيب دمرت نفسك ودمرت غيرك، يعني ما الذي حققته؟ يعني هذا الملحد قال أنا، أو أحد قال له، يدعي أنه كان مسلما، وقال أنا أول يوم برمضان أفطر، هذا أول رمضان أفطر وأشعر بمتعة. يعني ما الذي حققته من إفطارك برمضان؟ يعني إذا كان علماء الغرب اليوم، مجلة الطبيعة نيتشر أشهر مجلة في العالم علميا، تنشر دراسة عن فوائد مذهلة لصيام شهر رمضان، أنه يعالج متلازمة خطيرة هي متلازمة الأيض أو التمثيل الغذائي التي تسبب اضطرابات في القلب، سكتة دماغية، مشاكل في الأمعاء، مشاكل في الكبد، ضغط، سكري إلى آخره، يحميك الصيام من الأمراض، يحميك من شر الوزن الزائد والالتهاب المفاصل وغير ذلك. الله أمرك بالصيام لماذا؟ لأنه يريد لك الخير. طيب أنت عندما أفطرت يعني ما الذي حققته؟ أنا أخاطب هذا المسلم الذي اتبع الملحد يعني هو يفتخر بأتباعه، ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، وفي آية كريمة وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يا أخي ستحمل ذنوبك وذنوب من تضلهم من العباد، اجلس في بيتك واكتفي بأن تضل نفسك، عسى الله أن يغفر لك، لا تضل غيرك، ما الذي تستفيده من إضلال الناس؟
إذن أيها الأحبة، عندما أمرنا الله بالعبادات لمصلحتنا، ولماذا فرض العقوبة؟ ليضمن استمرار الكون، لأن الكون فيه نظام صارم. إذن الله أمر بهذه القوانين ليضمن لك الحماية أنت شخصيا. عندما عاقب من يقتل، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هنا لم يقل ولا تقتل المؤمنين أو المسلمين، النفس، أي نفس لا يجوز أن تقتلها إلا بالحق، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وضع هذا القانون ليحميك أنت شخصيا. أستودعكم الله، إلى لقاء قريب نستكمل هذا الحديث إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.